كلنا يا ابنت. شفتي يا حسين ابنك حصل يا حسين؟ يعني عندك كده اللي حصل في مدرسة يا أنيسة؟ عجبني جدا يا فندم، ومصممة إن أنا أدرس الأولاد دول، من حق إن أنا أخد فرصتي. أنت مكيش عندي أي فرصة هنا في المدرسة أبدا. بالعكس يا فندم، دي فرصتي الوحيدة والعظيمة هنا. أنا لما مدير المنطقة شرح لي حالة الفصل التعبان ده، وطلعت على تقرير سيادتك مدير المنطقة يا حضرة النهار، وطلعت كمان على تقرير سيادتك هناك في المنطقة، أصريت على الحضور فورا إلى هنا. بسم الله عليك وعلى شبابك يا أختي. يوعدك ابن الحلال اللي يشحططك يا شباب. يا ولية يا ولا أختيش بقى، مصيبة إيه دي؟ يا ولد يا ولد تم، خليني اتكلم مع عبلتك حبه يا ولا. شوي لكم حط عليكم وخلصت منكم على جه النبي. اتفضل يا فندم. تظهر ما تيش مقدره العواقب. انا مقدره كل شيء يا فندم. هتتعبي واجبي يا فندم. هتخش في مشاكل هحلها طبعا. دول الزامهم كرباج وفرقلة. موجود فين؟ هنا اهو. هنا اهو. صباح الخير. هنا حلاوه لحلاوه. خد بالك انت رزاز لما قلت له كل حاجة هنا دي. يعني ايه كده؟ لا حكيمة. حكيمة. يعني ايه حكيمة؟ بتدي حقن.